تدور عجلة حصاد محصولي الحنطة والشعير في ديالا بتثاقل، حيث لا يتأمل الفلاحون كثيراً من مردود هذا العام. ويشير الفلاحون إلى أن خيبة الأمل تتنامى مع غياب أي دعم، حيث وجدوا أنفسهم وحيدين أمام جفاف يهدد كل شيء. أولاً الحنطة احنا نوديها للصفاية، نصفيها يلا نوديها، بعدين نروح للسائل وسائل يرفضها، ندخلها مرة ثانية هم يرفضها. ويكشف الفلاحون أيضاً عن وجود تواطؤ بين التجار ومسؤولي الصوامع الذين يرفضون استلام المحاصيل. ما متعاون ويانا، وبعدين تطلع برا يشتريها من عندنا التاجر ويدخلها التاجر، وياخذونها من التاجر برشاوي وبشغلات بالنسبه لنا احنا ما ياخذونها من عندنا لان ما ندفع رشوه. من جانبها تقول مديريه الزراعه في ديالى ان هذه المخاوف لا مبرر لها في ظل خطه تسويقيه راعت بحد قولها كل التفاصيل. التسويق راح يكون بحركه اسرع ان شاء الله، ما تعطل كميات المحصول امام السائلوات بمبالغ تخصصت ان شاء الله من وزاره الماليه وباشراف من دوله رئيس الوزراء انه تسلم المبالغ خلال اسبوع الى 10 ايام للفلاحين المسوقين. في المقابل يرى فلاح ديالى ان هناك مؤامره تحاك ضد القطاع الزراعي، والذي يواجه طمع الاحزاب التي تريد الاستيلاء على الاراضي وتحويلها الى مشاريع استثماريه. يعني اليوم من داي يرفضون الطعام مالنا ودي يحاربونا حتى على المي، ما ينطونا مي، واخرى ثانيه دي يدزلنا النوبه، هذه الاخرى يدزلنا مستثمرين على قيعانا. يعني المستثمر زين، هذا احنا نناشد السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ان ينظر بقضيتنا ويشوف هاي اراضينا، هذا الحصاد جاي نحصد والشعير ما يستلمونه من عندنا ودي يدزلنا مستثمرين يوميا. أمام هذا الواقع يحمل اتحاد الجمعيات الفلاحية الحكومة المسؤولية عن تراجع المساحات المزروعة بسبب فشل خطتها الزراعية ولجوئها إلى الاستيراد من دول الجوار وعدم دعمها الإنتاج المحلي، بما يهدد الأمن الغذائي في العراق.